<applause> <applause> مارس السوق خيده دابا شي عام وانا يل في الحرفه ديال البيع الشراء والاسواق كاع ديال جميع الزمور في أسواق بعاد ولكن السوق هذا عندنا هنا قرا استعماري من زمان فرنسا وجدودنا تسوقوه والدينا دازو فيه حنا صغيرين كبرنا معاهم فيه سوق زين فيه كل خير ولكن نظام اخي ما نظام ما كاينش الحديد دابا تيتبلاصه مع وسط الغنم اللي عندو شي طوموبيل تيجي يبلاصيها مشرجيه يحط الغنم عاد قزيبتها بغينا نبيعو ونشري وما صرنا فين واحد السيبه كاينه ما كاين ما نقولك لك اخاي انا ود السوق والله الا كرهت هاد السوق بهذه الطريقه هذه دخل دابا راح في الغنم وشوف شو الخير كيدير بخلط الحديد مع عرفناش شفاره مع هاد الحديد هذا الحديد خاصو يخرج برا هاد الحديد تنطلبوا من الرئيس ديال الجماعه ديالنا ومن سيد الوزير ومن الدولة كاملة تفتش فينا في الأسواق ديال البادية، دايرين فيهم السيبة خاشين الغلم مع الـ مع الـ مع الكميات مع الـ مع الحديد مع الطوموبيلات، خاص التوسيع السوق، خاص السوق يكون نقي خاصو التوسيع، السوق الحديد يبقى على برا، بغيتي لا لا الحديد خاصو يبقى برا، السوق ديال البقر ديال الغلم، ديال واحد المديني جاي من المدينة في بلاصة طوموبيلتي اللي يكونوا كارديانات ليه يكون نقاد تسع هذاك المديني يجي في, في الأمان، السلطة تكون على برا وتكون داخل راه كان السيب تجي في الليل هنا جيت في الليل هنا تبر كل تبيع بينتو تيبغي يدوري صحه بيا عشريت يبغي يغلقوا عليه علاش هيش يكون خاص يكون السلطه وخاص نية يكونوا معنا في رحت البقار يكونوا تما على براق ويكونوا داخل السلطه تكون من هي الامر لان السوق تخلط مع الغنم والبقار والكي... وهذا السوق فيه كل خير استعمال علاش بلاش منظم علاش مشيتي دابا هاد الزرقه ديال الباب تبر فيها البان والزبده وعيشي بوكشي كاين البلاد كاين فين يديروا داكشي ديال 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 الدجاج وديال الناس اللي يبيعوا وكاين فين يديروا الاتساع طول شعر شعر ديال الخلاوات علاش غنجمعوا حنا في السوق كبير ونديروا ليه حلقه ديال النظام ما نبقاوش هذاك ذاك اللي كان بكري لا ما خصوش يبقى والله خايته كاين بالله الاصلاح خاصو يتنظم هادشي ديال القهاوي يكونوا واحد الجهه وهادشي ديال المويه الدجاج يكونوا واحد الجهه هذا خاصو يتدسس راه فوق الشتاء الغيس، تيولي هنا الغيس وبخلط الغيس ما مع مع الطوابيلات مع علاش ومسلا شويه باش الانسان تالي بغا يبيع شري يجي زوين السوق فهمتي اش تالي بغا يبيع شري تيجي فرحان السوق ماشي يجي اليوم للسوق. غدا يقولك. غدا يقولك. السوق غادي يقول لك غادي يقول لك وين السوق هذا مربو جوا السوق كل خير فيه فيه الزبده فيه اللبن فيه الدجاج فيه المغلم فيه الماعز فيه فيه البقر فيه كل خير قلت لك فيه الزرع كل رحمه ديال الزرع شو الخيرات كي دايره موجوده خير موجود يخص خاص هي بنادم يكون شويه يكون حراسة على الحراسة على الحراسة والنقاشوية والنظام الحديد بعد على الاتساع الدعم <applause> عام الاول عطاونا الشعير كلها عطاو جوج خانشات ثلاث الخانشات كاين اللي ما داش كاين اللي تقيد هو وداو اخرين قسم بالله انا بيدي قيدت باش غيخرج لي الشعير خرجو لي اربع ثلاثة الخانشات شديت ثلاثة الخانشات والله ما فتهم والله ما فت ثلاثة الخانشات ثلاثة الخانشات غيعيشوا لي 30 ديال الغنم هاي لي عشرة دبين تنشري نكمل من جيبي تنمشي نشري العلف مع مول الحانوت باش ما قال لي تناخذ العدام هي قربوه لينا وفرقوا لينا في الجماعة ديالنا كل جماعة يعطيوها العلف ديالها ويكون داكشي بالتنظيم وميكون فيه لا بيع ولا شراء فلاح عنده البطاقة ديالو مقيد يدي العلف ديالو وتحطينا في البيزينات خاصنا واجب علينا دابا العلف باغيين دابا الشعير وباغيين كلشي دابا نيت واقفين عليه الجوع كاين دابا بادي معناها العام الجوع اكثر من العام الاول والعام الاول ايه ما تكين الجوع هذا العام بالمعقول بالله الناس راه تقاتل تتقاتل تقاتل مع كسيبه كاين اللي طلقهم في الزراعة اللي كان حارته باغي يدير تبينه وباغي زريعه يديرها لمحاله طلق فيها باهي يموت فيها وها هو تيصير دابا تلقاها الغابره من موراه ما يحيدش طلبوا من الدوله تعطي الشعير وتعاوننا شويه دائما راه عندنا كسيبه بغينا نبقاو شادين الكسيبه بقاو تابعين اصول ديال والدينا راه كاين اللي حيد الكسيبه ما بقاش لا، بقرا علاه الباكرا مابقاش قاد واش اللي راجل اللي كان يكسب 30 بهيمه 20 بهيمه 50 ديال الغلي 100 ديال الغنم اللي يقول لك هلكتني كلاتني ما بقاش هي الكسيبه يهرب من رسالة خيطة نطلبوا من الدولة تعاون معنا شوية وتدعمنا مع الكساب وراه رزق الله راه سالي غيحن الله تعالى يعطي المطار ديالو راه